هاديه فهديك التايم بتاع الامتحان بالظبط. بس هستاذنكم نكتب الكومنت كامل وناخذ الموضوع ماخذ الجد، يعني لا حد يبص نوتس ولا حد يبص جنبه ولا حد يهرج ولا حد يلعب في الميكروسكوب الا في الفاين ادجستمنت. الفاين ادجستمنت للمره الاخيره هنا في الميكروسكوب ده المفتاح الصغير اللي بره، في الميكروسكوب ده المفتاح الصغير اللي تحت. غير مسموح لك تحرك اي حاجه، لا حد يمسك العجله دي لان كده هيغير الستيج يغير فيه، ولا حد يمسك الكورس ادجستمنت، ولا حد يحط ايده على الستيج، ولا حد يحاول يشيل السلايد يبص عليه. للاسف الكلام ده رغم كل التنبيهات بيحصل. انتوا شايفين احنا مثلا ايه؟ احنا ظابطين القصه من امبارح، شايفين بس عشان نطمن ان كل حاجه تمام خدنا قد ايه؟ وانا هنا من 6:30. فيعني القصه مرهقه ومتعبه وتايم كونسيومنج، فتعاونوا معايا بليز. ثم في الحاجه اللي ما اتحطتش في الامتحان هتلاقيها بقيتها كلها على الترابيزه كده لمراجعتها، يبقى انت راجعت المعنى زائد مراجعه حصه النهارده اللي هنبداها دلوقتي حالا ان شاء الله. حصتنا النهارده بنتكلم عن حاجه اسمها فيدال تيست. يعني ايه فيدال تيست؟ ده سيرو دايجنوزيس اوف انتريك فيفر. درسنا في تشابتر 9 في النظر اللي هو بتاع الانتيرو باكتريسي ان في ديزيز اسمه انتريك فيفر مقسوم نصين، يا اما تايفويد فيفر يا اما بارا تايفويد فيفر كوزد باي اربعه سالمونيلا. سالمونيلا اسمها طايفي بتعمل التايفويد فيفر، وسالمونيلا اسمها بارا طايفي اي وبي وسي بيعملوا البارا تايفويد. كويس، العيان بيجي يشتكي من حمى، ابتداء من الاسبوع الاولاني بحاول اعمل بلاد كالتشر، في غالب الاحيان بيفشل، الاورجانيزم بيكون قليل وصعب جدا فصله. استنى الاسبوع الثاني واعمل ستول كالتشر مفيش فايده، اخر الاسبوع الثاني وبدايه الثالث مثلا احاول اعمل يورين كالتشر، ربع الحالات بس اللي بيبقوا بوزيتيف وبرده بيطلع بصعوبه شديده، ممكن نلجا لبون مارو. ياه ده انفيزيف تكنيك، فبدانا نلاقي بديل، البديل ده يبقى واحد من الاندايركت ميثودز اوف دايجنوسيس. يعني ايه؟ ما دام ما لقيتش الحرامي ادور على بصمته. بصمه الحرامي هو انه لما دخل الجسم، الجسم استشعر بوجوده كون انتي بوديز. الجسم بقى بيكون انتي بوديز اجينست مين؟ السالمونيلا عندها تو ميجور انجن، واحد اسمه او وانجن هو السوماتيك انجن لانها جرام نيجاتيف، واحد اسمه اتش انجن لانها هوموتايب. فالجسم بيستشعر وجود الاثنين انجنز دولت يقوم يكون انتي او وانتي اتش. صفات الانتي او انتي بودي انه بيأبير ايرلي ويختفي بسرعه. خلينا على المستوى النظري سريعا، النهارده ما فيش شرح عملي كتير يعني. ليه الانتي بودي اللي اجينس الاو بيأبير ايرلي ويختفي رابيدلي؟ ليه؟ ليه ما تاخدش المعلومات مسلم كده عشان اي جي ام، عشان اي جي ام ما شاء الله. خالد ها؟ لا احمد. احمد هاي يا احمد. ها؟ لانه اي جي ام. طب وليه اي جي ام؟ ولو حصل ريبيتد اكسبوجر ايه اللي بيبقى شيء؟ مش الايم ده بيطلع في البرايمري اميون ريسبونس؟ طب وفي السكندري مش بنقلب ونشوف الجي؟ لو حصل سكندري انفكشن او ري انفكشن او ري اكسبوجر بالسالمونيلا الانتي او وانتي بودي يقلب يبقى اي جي. يبقى انا ما اعرفش اعمل امتداد المريض غير لو كان اول اكسبوجر، ولا هيفضل اي جي ام على طول؟ اي جي ام على طول ليه يا اللاب ديفنس بتاعه ان هو بيطلع مره مره ما بيجيش وقت الشيفت بيحصل فاريشن. مين الانجن اللي يفضل السيميليت طول عمره ما يطلعش غير اي جي ام ما يعملش بلس سويتش؟ بس ثايمس اندبندنت. ثايمس ايوه كده الله ينور عليك، يكون ثايمس اندبندنت انجن. وهل الاو انجن ثايمس اندبندنت؟ نعم. ليه؟ لانه بول سكر. احنا قلنا المثال زي البلاد جروب انجن دايما يبقى الانتي بودي اللي ضدها اي جي ام لانها ثايمس اندبندنت لانها بولي سكرايد. فتيجي نربط الاحداث يعني دايما افكر ما اخدش حاجه مسلمه كده. يبقى الاو انجن بولي سكرايد بتاع لايف بولي سكرايد بتاع الجرام نيجاتيف بكتيريا، كونه بولي سكرايد يبقى ثايمس اندبندنت، يبقى كل ما يستمد الاميون سيستم يطلع اي جي ام، عشان كده دايما الاي جي ام بتاعه يطلع بدري ويختفي بسرعه، ويبقى وجوده دليل على الريسنت اكسبوجر. اوعى تقول ريسنت انفكشن، خليك برود مايند. ريسنت اكسبوجر لان الاكسبوجر قد يكون باي انفكشن اور فاكسينيشن، صح ولا لا؟ حلوه. فبروح جايب السيرم بتاع المريض، شوفوا بقى العملي ده، واعمل سيريال دايليوشن اوف ذا بيشنت سيرم في اربع صفوف متتاليه. صف اهو ببدا 1 على 20 40 80 160، ده اسمه دابلنج او سيريال دايليوشن. واجيب الاو انجن بتاع السالمونيلا واحطه على السيرم بتاع العيان في الصف الاولاني، الاو بتاع اني سالمونيلا؟
اي واحده منهم ليه وسام كلهم عندهم كلهم في شيء كلهم في شيء كلهم عندهم نفس الاو دول اتقسموا الى ديفرنت جروبس على حسب الاو بس الاو في بينهم وبين بعض وجه شبه يبقى في شيرنج فبحط 1 او انجن كممثل للمجموعه كلها اي سالمونيلا في انتي بودي ضد الاو يكفي انها تتحد مع الاو بتاعتك طيب حلو لكن الاتش انجن سبيسيفيك فبعمل ثلاث صفوف من الانابيب واحط الاتش بتاع الطاي في صف الاتش بتاع البارا دي في صف والاتش بتاع البارا دي في صف وهتلاقينا كاتبين لك على انبوبه كده بي اي يعني بارا طاي في اي بي بي يعني بارا طاي في بي وتي يعني طاي في عشان مش هنقعد نكتب كلام كتير في الامتحان هي رموز تي او اي او بي وانكيوبيت الكلام ده واجي تاني يوم اتفرج واشوف ايه اللي حصل ده نوع من الاختبارات اسمه سلايد اسمه تيوب اجليجن تيست لانك عملته في تيوب ولما الانتيبودي يكون موجود ويلاقي الانجي هيديني اجليجنيشن تبان في شكل تربيتي يعني لما هوريها لك دلوقتي تلاقي الانبوبه كده اهي تربت اهي وتركها في الامتحان مسموح لك امال لو كانت كبير تبان كده اهي ده الفرق بين الانبوبه التربت والانبوبه الكبيره اهي ده الفرق بين البوزيتيف والنيجاتيف في الامتحان هنشوف ازاي هنقرا دلوقتي واحد يقول لي طب وليه عملت سيلر ده؟ ما كان يكفيك انبوبه واحده او سلايد ما هو السيرم بتاع العيان لو في انتي بودي وحطيت عليه الاو انجن على سلايد ما كان هيجري فانا بعمل سيرم بلوشي عشان اقرا التتر طب وليه محتاج تقرا التتر؟ ده هنناقشه حالا دلوقتي بس بعد ما نفهم التست بيتقري ازاي نبقى نناقش الكلام النظري ماشي؟ الاقي ماركر بص يا ولاد الانتي بودي اللي ضد الاو بيأدي ايرلي ويختفي بسرعه صح؟ يبقى وجوده لو لقيته بوزدر يعني ان العيان لسه متعرض قريب ريسنت اكسبوجر ولو لقيته نيجاتيف يعني ان القصه ادمت بقى حاجه اولد او باست او بوست يعني ما بعد او في الماضي او قديم ثلاث كلمات ينفع حلو قوي اول ما ابص على الاتش لو لقيت 1 اتش بس هو اللي بوزيتيف الانفكشن يوجوالي بيحصل بوان سالمونيلا يبقى لما الاقي صف 1 اتش بس هو اللي بوزيتيف يبقى ده رمز الانفكشن امال لو التلات صفوف بوزيتيف لو التلاتة اتش بوزيتيف يبقى خد فاكسين لان الفاكسين اسمه تاب بص بقى جايه منين ادي التي وادي الاي وادي البي يبقى واخد تاب فاكسين فلو لقيت 3 اتش بوزيتيف يبقى فاكسينيشن ونفس الكلام ينطبق على الاول لو لقيت واحده اتش بس يبقى انفكشن ولو لقيت الثلاثه اتش يبقى فاكسينيشن يبقى عندي كام احتمال لقراءه الفيتال؟ ها من قدامك كده عندي اربعه يلاقي الاو بوزيتيف والثلاثه اتش انا اسف الاو بوزيتيف واحده اتش يبقى ريسنت انفكشن هنا بقى اقول انفكشن يا الاو بوزيتيف والثلاثه اتش بوزيتيف يبقى ريسنت فاكسينيشن يا الاو نيجاتيف واحدة اتش يبقى اولد انفكشن يا الاو نيجاتيف والثلاثة اتش بوزيتيف يبقى اولد فاكسينيشن ولو لقيت كله نيجاتيف يبقى ده الاحتمال الخامس ان الابيلال تيست نيجاتيف صح؟ طيب احنا هنوعدك واحنا ملتزمين بوعدنا ان بدل ما يبقوا خمس حالات وتخش متوتر في الامتحان هنشيل اثنين ونكتفي بثلاثة الثلاثة دول هيبقى فيهم الشفاء ايه فارق ان اجيب لك فيدال كله نيجاتيف يعني في الامتحان؟ اجيب لك انابيب كلها مية كبير ليها مش كده؟ لا مش هنزلك احتمال النيجاتيف عشان عايزك تقرا حاجه عايزك تشوف حاجه تيجي احنا هنشيل النيجاتيف مش هننزل نيجاتيف وبنلاقي بعضكم كاتب بدال تيست نيجاتيف هتشوف ليه دلوقتي طيب ولو ريسنت فاكسينيشن المريض اللي او الشخص اللي بيطعم ضد التيفود ده شخص مثقف جدا لان تطعيم التيفود ما هوش اجباري فلما انت تبقى مثقف وتروح تطعم ضد التيفود لانك مسافر حته فيها تيفود ولا هتشتغل حاجه خايف من التيفود انت راجل مثقف يبقى كده عارف انك لسه متطعم يبقى لو جالك حمى هتديني هيستوري انك لسه متطعم يبقى مفيش داعي انزلك في الامتحان لان الاحتمال ده ما بنشوفوش في الحياه ها ولو واحد لسه متطعم يبقى مش هيجيله تيفون يبقى مفيش داعي انزلك الاحتمال بتاع الريسنت فاكسينيشن تيجي نشطبه اشطبه بص كده هنشطب ريسنت فاكسينيشن ده احتمال مش عندك يتلقى كام احتمال عندك ممكن ينزل لك واحد منهم مش ممكن لازم ينزل لك واحد منهم في الامتحان ثلاث احتمالات واحد منهم شايفينه معايا اللي هو احدى الصور اللي عندك في اخر صفحه
بص كده بقى، دخلت الامتحان بص يا ولاد، دخلت الامتحان لقيت اربع صفوف من الانابيب، احيانا بننزلهم في حاملين منفصلين وده يبقى من مصلحتك، لكن السنه اللي فاتت اشترينا ركات فيها خمس صفوف، فبنحط الصف ده لوحده وبعدين نحط صف فاصل ما نحطش فيه حاجه وبعدين الثلاث صفوف دول مع بعض. طيب هتشوف المنظر ده، هتشوف المنظر اللي هتشوفه في السكشن او في المراجعه، اللي هو الحامل البلاستيك اللي فيه خمس صفوف مش ثلاثه بس. لو نزلك المنظر ده، وانا افضل انزلك المنظر ده ليه؟ لانك هتشوف صف لوحده ثلاث صفوف مع بعض، الصف لوحده دائما بتحط فيه الاول، تروح رافع كده وماسك. طبعا احنا بنرج قبل ما تبدا الامتحان، وزميلك اللي قبليك بيرج، فانت ان شاء الله مش هتحتاج ترج، هتخش تلاقي الانابيب مرجوجه اوريدي، فهتروح رافع الصف لوحده وباصص فيه بصه كده سريعه، تقوم تلاقي ايه؟ بص ولا نيجاتيف؟ نجيب الصف لوحده بوزيتيف. هو لحد فين يا استاذ؟ حتى لو اول واحده، لما واحده خلاص، لو في اي تربيتي يبقى بص، انت هتقرا تتر، فلو في اي انبوبه بص يبقى بص، واحنا مش هنجيب لك انبوبه واحده بص، اوعدك. يبقى هتبص تلاقي الصف الاولاني فيه تربيتي، يبقى ده الاو بوزيتيف، الاو بوزيتيف يبقى ما عندكش غير احتمال واحد اهو، انه ريسنت وانفكشن، لان ملغي من عليك الريسنت فاكسين. طيب مطلوب منك اربع مقاطع عشان تاخد الدرجتين. اولا انك تقول لي بدايه تيست، ادي واحد شفت الاربع صفوف او شفت هيست الانابيب، يبقى بدايه تيست اكيس اوف ريسنت، وبالمره مفيش فاكسينيشن يبقى ريسنت انفكشن. قبل ما تسيب الحامل ده اقرا تتربل، لانه سهل واضح يا استاذ خالد، اخر انبوبه تربت هي التتربت، تتر واحد على 320 ده الرقم اللي مكتوب على الانبوبه، اوعى تحفظ رقم معين، كل تيست بيتقري في حد ذاته، واحد على 320 التتر. اروح سايب الصف اللي لوحده ورافع بمنتهى الهدوء الصف التلاتات، امسك اول انبوبه في كل صف، انا منتظر الاقي صف واحد بقى هو اللي ايه؟ اول انبوبه في الصف ده تربت، اتاكد احسن يكونوا ضحكوا عليا، مش ده تمام هيضحكوا عليكم. اهي خلاص؟ أول أنبوبة في الصف ده تربل. أول أنبوبة في الصف الثاني كلير. أول أنبوبة في الصف الثالث كلير. يبقى أنا عندي صف واحد بس هو اللي تربل أهو. يبقى الصف ده الأورجانيزم أو الأنتيجين اللي محطوطة فيه هو صاحب الإنفكشن. يبقى أنا عرفت إنه ريسنت أو إنفكشن وعرفت التتر، فاضل أعرف يسأل منين لاقيه. اروح رايح على الانبوبه بتاعت الكنترول، في انبوبه كده تبقى مرميه لوحدها على جنب اسمها كنترول تيوب، دي فائدتها الوحيده ليك انك تبص تشوف الرمز اللي عليها، مكتوب تي يبقى طاي في، لو ايه يبقى بره ايه، لو بي يبقى بره بي. جمعت اربع معلومات اكتبهم مترتبين، في ده التست كيس اوف ايه بقى؟ ريسنت انفكشن وذ ايه؟ وذ سالمونيلا طاي في، تتر از 1 على 320، تاخد الفول مارك في هذه العلامه. اللي ما استوعبش نشوف حلقه اخرى. بص كده، دخلت الامتحان بترفع صف الانابيب لقيته كلير، كلير يبقى نيجاتيف، يبقى عندي احتمالين هنا، مش هستفيد اي معلومه اخرى خالص، عرفت ان اولد وبس. اروح سايب الحامل اللي لوحده ده واروح ارفع الحامل الثلاثات، يا انفكشن يا فاكسينيشن، اميزز. لو انفكشن يبقى صف واحد، لو فاكسينيشن يبقى ثلاث صفوف بوزيتيف، يكفيني ارفع اول انبوبه في كل صف. نيجاتيف اطمنت ده انفكشن، حتى بص الدليل الصف الثاني نيجاتيف، يبقى هو صف واحد اللي بوزيتيف فعلا، يس اهو، يبقى ده اولد انفكشن. يبقى عرفت انه بدايه تيست وعرفت انه اولد انفكشن، ناقص معلومتين. التتر كام؟ هنا بقى امشي بالعرض ده كده عشان اشوف اخر انبوبه تربت في هذا الصف، يعني امشي كده اهو، اخر ابو التربي ده يبقى التتر واحد على 320 مثلا. حاضر يا مصطفى سلام. طب والاورجانيزم ده مين؟ ابص برده على انابيب الكنترول، مكتوب لي تي ولا ايه ولا بي. يبقى جمعت اربع معلومات، ايه هم؟ الاربع صفوف الانابيب يبقى بدايه تيست، الصف اللي لوحده كلير،
يبقى old. صف واحد بس اللي بص يبقى old infection. مين الانفكشن ده؟ طايفي. التتر كام؟ اخر ابوه ترم مش صفت. طب هنأجل بس الأسئلة عشان آخر صف دي هقول لك عليها شرط ملحوظة. حاضر. تلاقش انت عايز لك فل لقيت ولا مكان على ما بص يا ولاد، سمعت كلمة شيفت في الامتحان أو جرس؟ كنا زمان بنعمل منبه وجرس، لقينا الطالب أحيانا بيبقى نايم الجرس ما بيسمعوش ولا حاجة فبنقول شيفت. فسمعت كلمة شيفت دخلت على العينة لسه. طيب لقيت أربع صفوف أنابيب بيبقى في دال تيست. الصف ده لوحده كلير في حاجة أولد. مسكت التلاتات، أول أنبوبة في الصف ترم، أول أنبوبة في الصف التاني ترم، أول أنبوبة في الصف التالت ترم. الثلاث صفوف بوزيتيف يبقى اولد فاكسينيشن او بوست فاكسينيشن او باست فاكسينيشن، ومش مطلوب منك تتر في هذه الحاله. جميل. ميدال تيست كيس اوف اولد فاكسينيشن او بوست فاكسينيشن. شكرا. سهل الكلام. طيب لاحظت ان انا شرحته لك بهدوء تام وما خدتش وقت في شرحه، ورحنا للنظري حتى شرحناه. طيب انت بقى في الامتحان عندك وقتك الكافي، بس بعضكم للاسف ما بيبقاش ركز، عشان كده اجتهدنا نجيب لك الحامل الكامل، الحامل اللي هو البلاستيك. في خمس صفوف هتلاقي صف، وبعدين هنسيب لك صف فاضي عشان يبقى كلنا فاصلين لك الاو عن الاتش، بدل ما تقعد تقول هو فين الاو وفين الاتش. لا، هو لوحده وصف فاضي بينهم والثلاثه اتش. لو نزل ده بعضكم بقى بيعمل ايه؟ يروح ماسك الحاملين مره واحده. طب ايه صح؟ يعني انت كده لخمت نفسك. انت محتاج ايد تبقى فاضيه عشان تعرف ترفع على دي وتبص وترك بقى. فلما مسكت انتبه، فتلاقي واحد ايه بدا يرتفع، بدا يترعش، الصوت ده بدا يتساهل، وبعدين راح حاضن الحوامل عشان يفضي ايد. مش محتاج يرد، مش محتاج يرد معاك. وده هو رد كده بس، ده يعني هتحضر جيب وبعدين تبقى مش عارف تشيل ايه وتحط ايه وتلخبط نفسك وتتوتر والوقت يفوت وتسمع شفت وانت لسه ما قريتش حاجه. بمنتهى الهدوء لما تخش ترفع الحامل لوحده، او لو انه الحامل الكامل هبقى اجيبه لك واقوله لك في حصه من المراجعات. ترفع الحامل لوحده لقيته بوزيتيف خلاص قصه منتهيه، يبقى ريسنت. هو ريسنت مفيش فاكسينيشن، يبقى ريسنت انفكشن. انت كده نص الدرجه ده منتهي. اكتب فيدال تيست ريسنت انفكشن، روح بص على اخر انبوبه ترم بمنتهى البساطه، تبقى هي دي الكلمه مش كده. والصف الوحيد اللي هنا تربت اقرا هو مكتوب عليه تي ولا ايه ولا بي. طيب لما اجي اقرا الصف الوحيد اللي تربت هنا، انا ليه رفعت اول انبوبه في كل صف؟ هنا في البدال ما عنديش ظاهره الزون في نوبه. فلو الصف بوزيتيف هيبقى بادئ من الاول بوزيتيف، فيكفيني اول انبوبه في كل صف. مفيش يبقى بقيه الصف اكيد مفيش. مفيش يبقى بقيه الصف مفيش. في يبقى هو ده الصف البوزيتيف. انا قريت التتر من الاو، يبقى مفيش داعي اقلب في بقيه الصف لان التتر هثبته لك. الاو والاتش هيبقوا زي بعض. يبقى اروح على فين؟ اروح على انبوبه الكنترول واشوف مكتوب تي ولا اي ولا بي. يعني انت في الامتحان ممكن تحتاج ترفع بالكثير ثلاث اربع انابيب. حب الاستطلاع احيانا يخليك عايز ترفع كل انابيب، ترفع انبوبه وترجعها وتسمع بقى الشخشخه والشخلله، وواحد يحط انبوبه في مكان غلط وشغلانه وتقع انبوبه تتكسر. خليك هادي، انا ممكن بالتايمنج اوريك، انا ممكن البدايه بالطريقه دي اخلصه في قلبي. يعني انتوا مسكوا تايمنج، حاضر يا اخي، او دكتور محمود يمسك التايمنج، هسمع كلمه شيفت. حد يقول شيفت ويبدا يختار. قول يا بيه ماسك، قول شيفت. ده اربع صفوف يبقى بدايه تيست. الصف اللي لوحده تربد يبقى ريسنت، ما عنديش فاكسينيشن يبقى انفكشن. التتر اخر انبوبه تربد واحده 320. طب مين بقى الاورجنايز؟ نيجاتيف يبقى لا، نيجاتيف يبقى لا. بص يبقى هو الصف ده مكتوب تي يبقى طايفي. انا خليت دكتور محمود يبدا شيفت. يعني انت قلت شيفت وبعديها انا خليته هو يقول شيفت. هو اصلا في الامتحان
20 سنة أنت هتتاخد دياء كمان. فما تبقى من الدياء هتكتب في دالتس A case of recent infection صغنيلا طايفي تقدر واحدة تقدر. أنا كمان أنا كنت بشرح لك وأنا بشوف بشرح لك أنا شفتي والقصة سهلة. يبقى مش هنحضن التيوبس عشان ما ممنوع عشان تتحرش مع مش عايزين حد يتحرك بقى لجبنا على هادي كده. ثواني حاضر يا اخي. بص بقى، مره واحد دخل الامتحان سمع شيفت دخل في ده التست حلو، قال لك ارفع الصف لوحده، رفع الصف او كان اولد انفكشن يا رب. كان الصف اللي هو الكلين، قال لك الصف ده كلين يبقى اولد، يا انفكشن يا فاكسينيشن. راح سايب الصف، قال لك قالوا لي ارفع الصف التالت، راح رفع الصف التالت. أول أمبار في الصف نيجاتيف، أنا نيجاتيف. أمال قالوا لنا مش هننزل نيجاتيف ليه؟ لا يكون تريكت، ما احنا متعودين على المقالي. بدال تيست ونيجاتيف وخرج. عملته إيه؟ قال له أولد إنفكشن. عملته إيه؟ قال له أولد فاكسينيشن. ما حدش عمله نيجاتيف خالص، بس أنا الوحيد اللي عمله صح. حرقت بعد الدفعه دي. فين بقى واحد زميله قال له عملته ايه؟ قال له نيجاتيف. قشطه يا مان، يس يس، احنا الاثنين بس اللي صح، الاول والثاني بتاع الدفعه. فقال له عملت ايه؟ قال له انا لقيت الصف اللي لوحده نيجاتيف زي ما قال، فرفعت الانبوبه اللي كانت لوحدها. قال له خير بيتك، ده ربنا استرع معاك. قال لي قال ده كان المفروض ترفع اول انبوبه. بس الحمد لله ان ربنا استرع معايا. الاثنين عملوه ايه؟ لو عداك مفيش نيجاتيف. دي اسمها جابوا اسمها كنترول يا خالد، ماليش دعوه غير ان مكتوب عليها تي او ايه او بي بس. واخر انبوبه دي خلاص التتر خلص. انا بقرا اول انبوبه بالترتيب ده عكس اتجاه الكنترول. ده الكنترول اقرب الاول انبوبه من الناحيه الثانيه. فبلاش التاليف دوت وقشطه وياس وحاجات دي. طيب انا ايوه خالد سؤالك. ممكن يبقى حاجه ثانيه غير الطايفين؟ طبعا ممكن يبقى بره. بره ايه او بره بيه؟ انا بس وريت مثال يعني. اذا في كل واحده من دول افكهم بثلاث ما عدا الفاكسينيشن، هي فاكسينيشن. لكن اي انفكشن قد يكون الصف بتاع الطايفي هو اللي بص او البره ايه او البره دي. مره بقرا لي كنت حفظت عشان الطايفي وخلصت. يبقى اي انفكشن ممكن وارد، بشوف الصف البص بقرا الرمز بتاعه. تمام. انا ذكرت لك كلمه زون في نومنا في النص. فاكرين الزول فينومينا يعني ايه في النظر؟ ان عشان يحصل تيوب اجلوتينيشن انتيجين انتيبودي رياكشن، لازم الانتيجين والانتيبودي يكونوا ايكويفالنت، قريبين من بعض في الكونسنتريشن. لو الانتيجين موجود ان اكسس، الرياكشن يحصل ولا ما يحصلش؟ يحصل، بس ده انفيزبل لانه هيدي سوليبل كومبلكس. لسه واخدينها في الهايبر سنسيفتي اهو. لو الرياكشن الانتيجين هو اللي كتير او الانتيبودي هو اللي كتير، الرياكشن يحصل بس لا انفيزبل. الواحد يقول طب مش عارفك ان ده رياكشن مش جايز نيجاتيف. لا بص رب الانتي، ده في رياكشن في النص اهو، ده في رياكشن اهو، رجع بقى نيجاتيف، رجع بقى نيجاتيف. يبقى انت لما ينزل لك حامل انابيب ها لوحده اهو، وتلاقي منطقه نيجاتيف ثم منطقه يعني زون، منطقه بوزيتيف ثم منطقه نيجاتيف، يبقى ده زون في نومينال على طول. زون وزون وزون، يبقى زون فينومينال. الزون الاولانيه اللي عكس اتجاه الكنترول اسمها زون اوف انتي بودي اكسس. ليه؟ السيروم بتخفف 1/10 او 1/20، يعني لسه الانتي بوديز كتير. واللي بعديها بتخفف 1/40، ما زال الانتي بوديز كتير. تخفف 80 قل شويه بقى مناسب مع الانتي. 1/160 ما زال مناسب. 1/320 لا خلاص الانتي بودي قل خالص، بقى خفيف قوي، بقى قليل في التيوب. فالانجن هو اللي بقى نسبيا اعلى. يبقى الزون اللي في الاول زون اوف انتي بودي اكسس، الزون اللي في النص اسمها زون اوف ايكويفالنس، الزون الثالثه اسمها زون اوف انتيجين اكسس. طب انا هكتب ايه؟ هتكتب الكومنت ده كده عشان تاخد الدرجه كامله. تقول له ده اسمه ستات على فكره. ستات يعني ستاندرد تيوب اجلوتينيشن تيست. ولان في رغي وعك كتير انا بحب حتى اقراه ستات. انتوا عارفين دايما الستات ايه؟ ياخدوا ويدو. ستات مش البنات يعني، ستات ياخدوا ويدو. فستات تيست فيه رغي كتير في النظر، هنقعد نشوف مشاكل.
فكلام الستات ده يعني ستاندرد تيوب اجلوتينيشن تيست. طب ما مش حافظ الستات تكتب ايه؟ تيوب اجلوتينيشن تيست. طب شوينج ايه؟ شوينج زون فينومينا، يبقى الاورجانيزم كده بين قوسين بروسيت، لان المثال الوحيد عندنا للزون فينومينا في المنهج هو البروسيت. تدريس وتقرا اخر انبوبه تركي من هنا بقى ولا من هنا؟ احنا حاطين انبوبتين مخصوص عشان نلخبطها طبعا. ممكن يبقى اكتر من انبوبتين على فكره للتركي. تقرا من الناحيه ولا من الناحيه؟ كده مفيش حاجه اسمها كده. عكس الكنترول الهايست دايلوشن، اعلى دايلوشن ده تعريف كده. يحط لي بقى الحامل كده، يحطه كده، يحطه على سنه، يحطه زي ما يحط. انا عندي اخر انبوبه تيرمي في اتجاه الكنترول ماشي، او اعلى رقم ايه وكده، 1 على 80، 1 على 160، يبقى 1 على 160 هو كده اعلى دايلوشن ماشي. يبقى ده اسمه زون فينومينا. وادي الاربع حالات اللي عندنا النهارده، دول الجداد في الحصه، لكن هنستفيد من حصتنا فيه للامتحان. اللي مش جاهز ذاكر عشان نخش الامتحان. اتفضلوا استريحوا بره الجهاز على ما نشيل حاجه. ايوه شوف المليار بتتر ليه نعم الفرنساوي بتتر ليه. بص يا ولاد، بص كويس، شوف سالني السؤال ريليتد بالنظر. انا ليه ما عملتوش سلايد قبل في البدايه؟ ليه ما عملتوش سلايد؟ ليه عملت تتر؟ لان احنا في دوله زي مصر التيفود عندنا انديميك، كلنا بنتعرض للكريس، فكلنا عندنا تتر. فلما اسخن لاي سبب تاني واجي اعمل الفيدال عندي هيديني فولس بوزيتيف. ليه؟ لان هلاقي تتر على الاقل 1 على 20، 1 على 40، لاني باكل سلطه، باكل في مطعم، باكل مول، باكل في الشارع، مش كده؟ فاحنا عندنا الديزيز انديميك. فبعمل التتر عشان التتر لحد 1 على 80 في مصر از كونسيدرد نورمال. 1 على 160 او اعلى هو ده الايجابي، والاضمن ان اعيد التست بعد اسبوع والاقي التتر بيعلى. يبقى ده فعلا ريسنت انفكشن. تمام؟ طيب اتفضلوا استريحوا هنمد عليكم. على فكره احنا ما خلصناش، الاسبوع الجاي في باور بوينت، الاسبوع اللي بعده في ريفيجن على كل حاجه مع امتحان شامل. يعني احنا لسه مستمرين مع بعض. حد يقول لك خلصنا النص؟ السلام عليكم. لينا لسه اسبوعين على الاقل. انا معاكم. ناسي الموبايل عشان حاجه.